ما دور وزارة الصحة؟ لربما أستطردها على عجالة. الدور اللي بيشار إلينا أو بيوجه إلينا هو دور تكاملي في الكوارث. على سبيل الذكر، التواجد بمراكز إيواء، طبعا المشاركة في وضع الخطط، كيفية التعامل مع الكوارث سواء كانت داخلية أو خارجية، واستقبال الحالات أيضا. تجهيز القوى العاملة من أطباء وتمريض في المراكز الصحية أو في المستشفيات اللي هي بتستوعب أو بتتواجد في الكوارث الصحية، هذه مسؤولية من مسؤوليات وزارة الصحة، بالإضافة لتوفير التجهيزات الطبية والخدمات العلاجية الخاصة بالمصابين، تأمين بعض المستلزمات الطبية من أدوية ودم وغيره، برضو هذه من ضمن المؤشرات أو من ضمن الاستعدادات اللي بتولى لوزارة الصحة في الكوارث. نقطة ثانية لا نغفل عليها طبعا، هي المشكلة موجودة عندنا على مستوى الوزارة في منطقة عسير ومنطقة جدة، ويمكن هذا لو كان أكيد كنت حتوقع، لأنه ما في اجتماع أحضره إلا لما يشار إلينا أي حمى الضنك، إيش سويته، إيش عملته. حبيت أن أنا أجاوب قبل ما أسأل نوعا ما. الآن المؤشرات اللي هي موجودة عندنا بدراسة أجريت مؤخرا وببلشت في واحدة من الانترناشونال جورنالز في الأمريكان سوسايتي اوف دنتال جورنالز، أخذنا 15 مؤشر من أصل 40 مرض أو epidemic disease إن صح التعبير، ودرسناها ما بين عام 2008 و2009، والدراسة الثانية كانت هي longitudinal study ما بين 2010 او 2011. على عجاله، هذه هي معظم الامراض او ال 15 مرض اللي هي موجوده عندنا. انفلونزا الخنازير الحمد لله يوجد انخفاض فيها، الجدري وحمى الضنك، الدوزنتاريا، هناك ارتفاع بسيط بالنسبه للهيباتايتس، الدرن ايضا لو كان نوت سيجنيفيكال ستاتستيكالي، لو حبيت دكتور زهير نتكلم ستاتستيكالي، لكن الان يعني في نقص موجود فيها. نقص المناعة المكتسب، الحمى المالطية، التهاب الملتحمية وغيرها من الأمراض، جميعها مؤشرات تم تسجيلها على مدى 4 سنوات، زي ما قلت 2008-2009 و2010 و2011. يمكن كانت هي بتعطيني مؤشر للطب الوقائي غالبا ما بتكون في المنطقة، وبتعطي إنديكيتورز للمملكة العربية السعودية. محور ثاني بالنسبة للطب الوقائي، طبعا لو تكلمنا على الكواليتي خلينا برضو نتكلم على الكوانتيتي. الآن احنا في مراحل لافتتاح مراكز صحية جديدة على مدى 4 مراحل، لدينا يمكن حوالي 15 مركز صحي في مكة المكرمة المرحلة الأولى، لدينا أكثر من حوالي 30 مركز صحي في المرحلة الثانية، و20 و15. تلاحظوها تباعا أنه بينقص العدد، لأنه أنا على حسب الدراسة اللي إحنا أجريناها أنه هناك الكثافة السكانية حتغطى. معدل النمو عندي بالنسبة للإخوان اللي عارفين الكثافة السكانية 2.3، يعني الاستحصاء الأخير أو السكان الأخير كان يصل إلى حوالي 28 مليون على ما أعتقد، نظرا للي صار في اللي قبله كان في الفرق 2.3، وهذا المتوقع في الإحصاء السكاني القادم. جدة طبعا عليها التركيز بمعدل يمكن حوالي 48 مركز صحي في المرحلة الثالثة هذه، يمكن أو المرحلة الثانية هذه، يمكن الثانية والثالثة هذه يمكن المهمة عندي. الطائف الطاقة الاستيعابية لها الآن مشبعة بأكثر من 107 مركز صحي. القنفذة ما عليها الضغط اللي هو أو الزيادة السكانية، ولكن تطلعات الحاكم الإداري الآن إلى القنفذة والليث، فحبينا ان احنا نستلمسها يعني نشيل لها في المرحله الاولى ب6 مراكز صحيه و12 مركز صحي، ونشوف ايش اللي حيصير في المرحله الثالثه او في السنوات الثالثه اللي هي 2014-2015، ونكمل عليها في المرحله الرابعه. هذه فيما يخص الطب الوقائي. محور اخير موجود بالنسبه للجوده والنوعيه. الآن حاولنا، يمكن يا دكتور زهير ما كانت موجودة هذيك الأيام على أيامكم، لكن احنا حبينا ان احنا نرفع برضو من خدماتنا الصحية وتطلعات المواطن بالنسبة للكواليتي. الجي سي اي هي انديكيتورز موجود، حبينا ان احنا نخش، والحمد لله يعني تعتبر منطقة مكة من أول المناطق في المملكة العربية السعودية اللي فيها مستشفيات، غير ان هي دخلت الجي سي اي والام ار كيو بي وحصلت عليها. يعني الآن ما أدري، يمكن هو مقولة
وكيل وزارة، يكفينا فخر إنه مستشفى زي مستشفى جياد اللي دخلها فيكم في الآونة الأخيرة هي مستشفى جياد للطوارئ يعني نوعا ما، بتقدم خدمات على مستوى عالي في المنطقة المركزية، حصلت على الجسائح يعني، هذه كانت تشار إلينا يعني، حتى لو كانت إعلاميا أو حتى طبيا واحدة من المؤشرات أو واحدة من على قولهم المميزات اللي موجودة في المنطقة المركزية. لم نغفل برضو عن المراكز الصحية، داخلين بأربع مراكز صحية، مركز صحي من كل منطقة أو عفوا من كل محافظة داخلين به برضو في الجسائح. طبعا هذا بالإضافة إلى رفع من الكادر الفني أو رفع من الكادر الإداري، وهذه كانت مشكلة نوه عليها البروفيسور زهير فيما يخص الوظائف الإدارية، لم تغفل علينا وحبينا أن احنا نطور الكادر الإداري بالمعار كيوبي. التلمس لحاجة المواطن، تم وضع برضو معايير معينة أو برامج معينة تستطلع رضاء المواطن. يعني أول كان في عندنا البيشنس أو اللي بيخرج أو اللي عنده ديسشارج كان بدون أي إنديكيتورز، يعني بيخرج بيقول لك أنا راضي أو أنا لست راضي. حطينا برامج معينة في كل مستشفى لتلمس حاجة المواطن. طبعا هذه البرامج إحنا ابتدعناها أو إنه إحنا استحدثناها وتبنتها وزارة الصحة. الآن لا توجد مستشفى في وزارة الصحة ما يكون فيها برنامج للبيشنت ساتسفاكشنز. نحتاج إيش رأيك في الأدوية، إيش رأيك في الخدمات العلاجية، خليني يا أخي أعرف إنه والله ترى أنت عندك كومنتس معينة على انتظارك في الصيدلية، خليني أعرف إنه أنت والله لما جيت تخرج والدتك ما كان في ويلتشير، خليني أعرف إنه والله ترى الممرضة أو الممرض اللي كان بيكشف على والدتك أو الممرضة اللي بتكشف على والدك. بعض الآراء لربما أنت ما تعني لك شيء لكن أنا ممكن تعني لي حاجة معينة. طبعا هذه صعب أن احنا نتلمسها من المواطن الكريم، كان لابد من وضع برنامج معين يدلو بدلو، غير صندوق ذاك اللي كان ماله مفتاح تفتكروه اللي عند اقتراحات الشكاوي، يعني ما أثبت جدواه سبحان الله تعالى. لكن حبينا أن احنا نحطها إلكترونيا الكريم، حب أنه هو يسويها ورقة، حب أنه هو يعبيها بعد كده، هذا رأيه. تتاخذ في عين الاعتبار وترجع بأناليسز معينة لكل مستشفى ولها إدارة مستقلة. هذه يمكن كانت المحور الثاني الموجود بالنسبة لي في الجودة. لم يغفل دور التدريب والتعليم طبعا. يمكن الدكتور قال لي أنه أنا من أشار إليه البنان، وصلت الشكاوي إلى أبعد مستوى أقفلت الكليات الأهلية. خلوني يعني لو اعطيتني 3 دقائق، هذه غير البرزنتيشن لازم. انا يعني استحلفكم بالله، هل تقبل انه ممكن احد يعالجك انت وزوجتك او والدتك او والدك وهو ما يعرف الفرق بين الانتراماسكولر والانترافينس، ما يعرف الفرق بين ابره العضل وابره الوريد؟ هل تقبل بانه ممكن يكون في فني مختبر يكتب على ورقة خلينا نسوي عينة دم من من اليورين أو من الستول؟ هل تتصور إنه في عندي فني أو فنية يوقف في الصيدلية ما يعرف نوعية الدواء هذا من نوعية الدواء؟ يا أخي أنت إيش كنت تسوي؟ جيت نزلت قبل ما أقفله أقول لكم يا بصراحة، أنا دعمت من وزارة الصحة ولكن دعمت بعد لما طلعت عيوني. جيت نزلت لقيت المناهج اللي هم بتدرس ليهم nothing. كل اللي تحججون به كان انه والله هي مجازة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. بعد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اجي اعمل له بري تيست nothing. نسبة النجاح ما تتعدى 20%. اعطي له 3 اشهر، اعطي له 6 اشهر، يجلس معايا سنة وفي الاخير اصادف بسنترال ايفنتس او باخطاء جسيمة هيكون اللي يدفع ثمنها انا والمواطن. قلنا يا جماعة كفانا ما جانا. أنا عندي مؤشرات معينة إنه والله أحتاج، وهذا يمكن كنت بقولها للدكتور، أحتاج لتستوسين إنه الآن في حاجة اسمها فنيل أرتيز العاش القلب الرئوي، هذه ما عندي غير واحدة كلية في المملكة العربية السعودية تخرجها. هذا وظيفتي أنا، أروح أقعد مع معالي مدير الجامعة الملك عبد العزيز، أروح أقعد مع معالي مدير الجامعة جامعة أم القرى تمام، وأقعد معهم أقول لهم أفتحوا لنا مجالات
احنا نبغى حاجه السوق لنا ان صح التعبير، حاجه السوق احنا نحتاج من هنا من هنا، ما احتاج فنيين مختبر بمستوى معين، ولا احتاج فنيين صيدليه بمستوى معين، مع احترام لكل التخصصات تمام، ولا احتاج، انا احتاج فعلا لارقام موجوده ولكن تكون بكواليتي. يعني انا بقول لك انت تقفلت انت على كيف، لا مش حكايه تقفلت، انا اجزت حاجه ولم اجز حاجه ثانيه، ما زالت الكليات والمعاهد الحكوميه تخرج وتخرج طلبه وعلى مستوى عالي جدا، ولي الفخر انه ما زالت في تمريض سعودي وفي فني فني مختبر سعودي وفي فني اشعه بتخرج من جامعتنا سعودي، ولكن اللي موجود في الاهلي هذا شيء لا يقبل العقل ولا الدين. هذا كان نوع من انواع او محور من محاور التدريب الموجوده عندي، طبعا هذا على مستوى الوظائف الجديده، على مستوى الوظائف القديمه طبعا يعني جلست مع السويدان يقول درب 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 الاسبارق السويدان، جيت لقيت الموظف يعني ايش الحافز؟ عندي 20 30 موظف يا ابن الحلال روح دوره، طيب حاضر اجي له بعد اسبوعين، رحت الدوره؟ لا يا ابن الحلال روح دوره، ما في كان في اي حافز. مشكلتي كانت مع معهد الاداره، مشكلتي كانت مع الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه، جلسنا طرحنا اوراقنا معهم، قلنا يا جماعه انتم معهد الاداره ما ادري انتم ما لكم التحام معهم، معهد الاداره احنا مشكلتنا الكبرى مع معهد الاداره انه هو ما يجيز الا الدورات اللي موجوده عنده، هذه مشكله ترى. يعني الاداريين اللي هم موجودين عندي يقول لي انا اللي يخليني او يحفزني ان انا اروح اخذ دوره في مكان ما انه تكون مجازه من معهد الاداره. يمكن الاطباء والفنيين يعني بالساعات العلميه والاسمي والكلام ده كله. طبعا هذه كانت مشكلتنا، ولكن الحمد لله توفقنا مؤخرا في اعتماد بعض الساعات معهم. مشكلتي في التدريب في الميزانيه، يمكن الدكتور زهير ما ادري يفتكر ولا لا، هذيك الايام ما ادري كان في ابتعاث ولا ما في. انا احكيكم على قصه، انا يعني من الناس اللي بعت سيارتي عشان اروح ادور على قبول، صح؟ بيت سيارتي الآن لا إله إلا الله، ما أعتقد في بيت ما في مبتعث إن صح التعبير، أو ما في وزارة في كل إدارة فيها ما فيها مبتعث. البند عندنا تعمد بأكثر من الضعف وثلاثة أضعاف. هذه مشكلتنا إحنا أو مسؤوليتنا إحنا في التدريب، إيش التخصصات اللي أنت تحتاج تدرب فيها، إيش الدول اللي أنت ممكن تجيز منها التدريب، كلها محاور طبعا اخذناها على عاتقنا وحاولنا ان احنا نجتهد فيها على قدر الامكان، وتوصلنا فيها الى مراحل وصراحه هي مراحل متقدمه. لم نغفل طبعا على وضع هيكله، هذه كانت يمكن من النقاط اللي حسبت للشؤون الصحيه بمنطقه مكه المكرمه. الوظائف عندي ما تقسم على اشخاص، انا عندي هيكل تنظيمي لكل اداره المفروض يكون موجود، ليس يعني بالمقبول ان يجيني الدكتور حسين لأنه موجود الآن في فترة لديه سكرتارية وأرشيف ومساعد واثنين نواب وثلاثة، ويجي بعده الدكتور لا والله لغى السكرتارية وخلى بدل المساعد 10 ولغى النواب وخل، لا في هيكل تنظيمي what's ever who going to come they have to follow أيا كان من موجود. هذه هيكلة تنظيمية طبعا لها تبعات الهيكلة التنظيمية، أنه يكون في بطاقات وصف وظيفي، يعني أنا يجيني الموظف الأخ الفاضل سواء كان إداري أو فني يعين عندي من اول يوم، مرحبا يا اخي كل عام وانتم بخير اهلا وسهلا تفضل اقعد على مكتبك، مو عارف ايش يعمل ما يعرف، تجيك بعدين بالخبره شهر اثنين سنه اثنين على حسب، ويجي والله بعد سنتين وثلاثه يعطيني بالاشياء اللي موجوده. لا يا اخي هذا وظيفتك وهذه بطاقتك الوظيفيه، هذه هذا المدير اللي انت تتبع له وهذول الناس اللي هم يتبعوا لك، هذه هي اهدافك، انا احتاج منك كذا وكذا وكذا وكذا. يمكن حاولنا نطبقها في الكادر الصحي طيب. حاولنا ان احنا نطبقها في الكادر الصحي والان الحمد لله توفقنا فيها حتى في الاداريين. المحور الاخير بالنسبه للجوده كان بمتابعه مؤشرات الاداء للادارات وتفعيل استبيان قياس رضا المرضى، كما اسلفت ذاكرا انه هناك عندنا برنامج وبيوصل صداع لجميع مدراء المستشفيات، اقول له والله ترى عندك ديفكت في الصيدليه، لا انت يا مدير المركز عندك مشكله في القوى العامله، لا انت عندك مشكله في الطاقة الاستيعابية للأسرة وهكذا دوالي. بعض البرامج الصحية الأخيرة، يمكن هذا آخر سلايد طبعا، حبينا أن إحنا نشارك فيها جامعة الملك عبد العزيز وتشاركنا فيها الآن جامعة الطائف وجامعة أم القرى، كانت بالسنترال إيفنتس، يعني كثير منكم يفتح أول صفحة وثاني صفحة
فلانة آدمية توفت مش عارف من إيه، فلانة آدمي تنقل له دم مش عارف من إيه. طبعا للأسف أنا أقول لكم إياه، يمكن قبل فترة وفترة ليست بالصغيرة كنا آخر من يعلم، يعني زي أنت عرفت بالخبر أمس أنا أعرف به اليوم بعد ما أقرأ الجريدة. طبعا إحنا تعرفين المسؤولين متى يقروا الجرائد، يقروها الساعة 6 المغرب،